الأصيلة، لماذا الأصيلة وليس الأصلية كما يروج البعض للتغليط؟ نحن أصيليون من الأصالة، نتتبع الأصالة المغربية لوتنتيسيتي، الأصل أصلية لوريجين، لوريجين ماشي هي لوتنتيسيتي. إذن تفاديا لأي تغليط وترويج لبعض الناس سمحهم الله. الشعبية لأننا شعبيون، لأننا ننبثق من الشعب. هذا الاسم البعض يريد أن يجادل فيه. هناك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هناك الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كانت هناك الحركة الوطنية الشعبية، كان هناك الحزب الحركة الديمقراطية الدستورية الشعبية اللي هي العدالة والتنمية حاليا. نحن انطلقنا في هذا التأسيس انطلاقا من ثلاث ركائز. أولا دستور المملكة، دستور المملكة في فصله السابع يعطي الحق بكل حرية بكل ديمقراطية لتأسيس الحزب. إذن نحن انخرطنا في الإصلاحات التي أتى بها دستور 2011. مؤسسون هم حركيون بالدرجة الأولى وفيهم مغاربة لأول مرة كيشاركوا في العمل السياسي. هذا الحزب جاء بمنظور جديد وفكر جديد يقطع مع الدكتاتورية والريع السياسي داخل الأحزاب، بعض الأحزاب، وحنا كنطلقوا من منظور ديمقراطي لنا مشروع متكامل سنقدمه إن شاء الله خلال هذه الندوة الصحفية، ولنا برنامج سنقدمه إن شاء الله. والمنع ديال ما كاينش مانع، ما كاينش منع الداخلي، ما كاين حتى شي منع، حنا محترمين الدستور والقانون، واللي بغى يمنع راه تيخرق الدستور وتيخرق القانون. حاولنا أن نصلح هذا الحزب من الداخل إيمانا منا بأننا نعيش في مرحلة جديدة هي مرحلة دستور 2011، مرحلة ما بعد انتفاضات الشوارع العربية المطالبة بالديمقراطية والمطالبة كذلك بإشراك المواطن في العملية السياسية. الإشكالية اللي لقينا وهو أنه من داخل العمل اللي قمنا به داخل الحركة الصحية، الناس ربما كنا، وهذا هو الأساس، كنا أعضاء مجلس وطني وكنا أعضاء مكتب سياسي، معنا سي وزين هو في المكتب السياسي، معنا وزراء في الحركة الشعبية، أعضاء مجلس الوطني، أعضاء من الأقاليم ومن أنا. وأقولها بصراحة يعني أنه الطرف الآخر، وهذا هو اللي خطير، الطرف الآخر يتحدث عن المؤسسات ويعتبر كأننا خرجنا عن هذه المؤسسات. المؤسسات سورية يا إخوان، المؤسسات سورية، الرمز لمين جاء؟ الفرسي لمين جاء؟ جاب سبولة المنجل وجاب الحركة الشعبية، الحركة الأصيلة الشعبية. ثانيا هذا مشروع، هذا مشروع. والداخلية واش هذاك أقوى من الدستور ويكون سير عنصر ولا يكون شكون اللي بغى يكون؟ ماشي هو قوى من الدستور. المؤتمر اللي طلع فيه سير عنصر وثمانية ديال الأمناء العامون باش يخلفوا أحدا كشخص اللي نرفض باش يدخل الحكومة، كانت مسرحية عباد الله. وبقينا واحد العدد المناضلين، حشمنا من الوالد من أحدا بن الجامع اللي راه بعيد من هذه المشاكل الحاليين. شحال من واحد تيبغي يردني انا تصويره انا ولد حرضان معانا حتى في هذه المنصه هذه، ممكن شي وحدين اللي كيقولوا راه معانا ولد حرضان. ولد حرضان مناضل، ولد حرضان كابح، ولد حرضان معروف، سميتي وزينة حرضان ما سميتيش محجوبية حرضان. إذن انا ما كنت نتكلم، ما بقى ليا صار ليا من كروشه اللي تقاتلوا بيناتهم، ولذلك استقلت من الحركه الشعبيه، ماشي ضد اشخاص ولا انا ما تندبش مع الاشخاص، ضد الفكر الحركي اللي ما بقاش نهائيا في الحركه الشعبيه الحاليه.